اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن مجدي طلبه. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. الله يكرمك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا كالعاده. انا اسعد، نستعين بك كده مره في الشهر يعني. ربنا يكرمك. يعني دايما بتبقى معانا كده بنتبسط بارائك. ربنا يخليك. ربنا كل الجمهور. وانا ببقى مبسوط، وانا جدا ببقى مبسوط فعلا. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. اولا خلينا نتكلم مع حضرتك في تأهل النادي الأهلي. مبروك طبعا تأهل النادي الأهلي للدور النصف النهائي في الدوري الإفريقي، ولكن هناك بعض الزعل شوية من الجمهور، رأي حضرتك؟ طيب أنا عارف أنت بادئ البرنامج من فترة، بس أنا لسه داخل، فأحب أبدأ كلامي الأول بأن بأن قلوبنا مع شعبنا طبعا في فلسطين وإخواتنا، وربنا يصبرهم ويصمدوا، وان شاء الله باذن الله جهود جهود مصر ومتمثله في رئيس الجمهوريه وجهود الدول العربيه ان شاء الله تحاول تقلل من الازمه ديت او تنهيها خالص ان شاء الله باذن الله، وقلوبنا معاهم ودعواتنا ليهم ان شاء الله. الماتش بتاع امبارح طبعا الجمهور زعلان واحنا زعلانين، وانت عارف ان زي ما اي لعيب في الدنيا بيبقى ليه اوف دي، الكوتش برضو بيبقى ليه اوف دي. يعني انا معتقد ان اللي حصل امبارح او الصوره اللي ظهر بها التيم امبارح اعتقد انه كان فيها سوء توفيق من اداره كولر من وجهه نظري الشخصيه، في من ضمن في التشكيل في التغييرات، في يعني احنا بنتكلم ان وصلت الدقيقه 70 وفي مشاكل جوه التيم باينه جدا، وفي بعض مواقف الخطر اللي بتوحي ومقدمات بتوحي ان في مشكله ممكن تحصل، وما اتخذش حسابها وما تعملش حسابها ما تعملش معاها. بس على الجانب الاخر، هو عندما سئل هذا السؤال اتقال او هو رد وقال ان انا طب ازاي ابقى طول الماتش مستحوذ بنسبه كام في المية؟ 72 73 على ما اتذكر، يعني هنشوفها دلوقتي يقولوا لي، بس بنسبه كبيره جدا. على الجانب الاخر هم الفريق الاخر استحوذ بنسبه خمسه، يعني بقيه النسبه 25 27 في المية. انا كده زعلت. اتفضل. انا كده زعلت جدا. اوكي. ليه؟ لانه مش بالضروره ان انا طالما عندي الاستحواذ بتاعي يبقى كل التيم عندي وكل عناصر التيم عندي موفقه. لا هو طبعا طبعا ده مش معناه خالص. طبعا لا، دي حاجه ودي حاجه. أوكي. انا الكوتش بقى وانا قاعد شايف دلوقتي انا عندي استحواذ كبير، انما انا في عندي عناصر مش موفقه وباين جدا انها مش موفقه حقيقي. فهنا وقت التدخل بتاعي لازم عشان اترجم الاستحواذ ده. ما هو الاستحواذ ما تترجمش ليه؟ طيب بدون النظر يا كابتن للمباريات القادمه، انا عارف ان احنا النادي الاهلي دايما وحضراتكم احنا بنتعلم منكم وكل الكلام ده، لكن انه دايما يتقال ايه؟ انه احنا النادي الاهلي لا ينظر الا للمباراه الحاليه اللي هو بيلعبها. طبعا. اللي هي كانت مباراه سيمبا. ما اقدرش اقول لحضرتك انه كان بيفكر في الماتش اللي جاي يعني. بتاع سان داونز. مليون في الميه يا كابتن. ما فيش مشكله. انا ما عنديش مشكله خالص، ده بالعكس. لا هو بيفكر فيها ازاي؟ ما هو ازاي؟ بمعنى ان هو شايف انه مثلا الماتش ده انا هريح النهارده الاربعاء، الخميس هسافر رحله 10 ساعات، الجمعه هتمرن تمرينه خفيفه، السبت تمرينه ثانيه، الحد ماتش. تمام. هرجع الجمعه، هرجع الاثنين الصبح مفيش تمرين، الثلاث تمرينه خفيفه، وفي ماتش تاني. ايوه. وبالتالي انا معرفش هو أنا اكيد عامل كده. اوكي. لا واحنا متفقين على هذا، احنا ما كلمناش في القصه دي. أوكي. احنا كل اللي بنتكلمه بنقول ايه؟ بنقول ان في الدقيقه 65 في الدقيقه 70 في بعض الوحدات اللي كانت لازم تتغير عشان تستريح كمان، وعشان الباقي ينزل فريش ويترجم الاستحواذ اللي احنا كنا عاملينه، عشان لانه وانت بتعمل السيناريو بتاعك. أوكي. لازم تكون حاطط في الحسبان ايضا انه ممكن النتيجه تبقى سلبيه في اي وقت من الاوقات بتاعه الماتش. مليون في المية. مش كده ولا ايه؟ مليون في المية. فاذا انا هنا كان عندي مع الوضع في الاعتبار اثناء الاستحواذ ده كله كان في مقدمات بتقول ان في بعض الخطوره موجوده عندنا من ميس باس ممكن حصل. أوكي. من بعض الـ 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 الـ
التغطيه او الكامباك مش سريع، التحول بتاعي للدفاع في بعض التحولات الدفاعيه بتاعتي كانت في بعض الاوقات ما هياش سريعه، فكان عندي كان عندي وقفه لازم اكون واقفها. لا هو دلوقتي حب يعمل تغيير امتى؟ بعد ما جه جول في 90 كمان في الدقيقه حاجه طب الجول جاي من الدقيقه 70 69 70 تقريبا تقريبا طيب من الدقيقه 70 للدقيقه 80 هعمل ايه لغايه ما حصل الدقيقه 81 يعني هم ال 10 دقايق دول هم اللي حضرتك شايف ان هم لا كان من قبل كده من قبل كده كمان وكان من قبل كده اوكي وانا كان عندي انا كان عندي قناعه من الدقيقه 65 من الدقيقه 70 لازم اعمل التمرين بتاعي على الاقل اثنين لعيبه لان الوينجرز بتوعي كانوا باين ان هم مش موفقين جدا. لكن انا كنت بحكي لحضرتك قصه ان هو بيقول او يعني او كان التفكير في الموضوع ان انا ببص لماتش سان داونز ليه عشان اقول لك ان هو مثلا ما اعرفش هل ده ممكن تدريبيا ولا لا انه ممكن يكون قالك انا هسيب المجموعه يدوله باور يعني لا انا هسيب المجموعه اللي موجوده دي تكمل لنهايه الماتش خلاص طالما الدنيا ماشيه من وجهه نظره يعني انا ما سالتوش تمام أنا بقول تمام بتكلم معاه والماتش اللي جاي يبقى انا معايا مثلا امام عاشور ما لعبتوش لا خليه يبدا الماتش اللي جاي عندي رضا سليم ما لعبش غير 5 7 8 دقايق يبقى معايا فول باور يلعب الماتش اللي جاي في سفر في مروح في مجي. هو هنا قد يكون يعني نظر لمباراه سان داونز كثيرا دون النظر الى سيمبا مثلا. ما هو انا هو مش دون النظر الى سيمبا يعني هو التقييم المبدئي الاولي بتاع تيم سيمبا في الماتش الاولاني انه تيم متوسط بالظبط فمش هنديله اكتر من حجمه احسن منه بكتير طبعا مش هنديله اكتر من حجمه وانا كان عندي الفرصه ان انا اخلص الماتش هناك او نص باكتر من جولين وثلاثه فده كله جميل جدا بس لازم احط في الاعتبار ان ممكن اي خطا يحصل يكلفني حتى لو ال 10% انت حضرتك تقول هنا ينظر لل 10% اللي ممكن يستفيد لازم زي ما ببص لل 90% لازم ابص لل 10% لازم بنفس النظره عشان ابقى دايما ده بيتعمل ليه؟ عشان يبقى دايما حضوري او حلولي جاهزه وقراراتي جاهزه السيناريو هو اكيد بيعمل ده مليون في المية بس انا زي ما بقول لك وارد جدا انه في يوم من الايام انت عايز تعمل كل حاجه بس مش قادر صحيح فده زي ما بيحصل للعيب بيحصل للكوتش برضه وبرضه في نقط تانية عشان اكون امين في تحليلي ان تغيير وقت المباراه برضه عامل اساسي بالنسبه لي انا كمجدي لان انت متعود دايما ان انت تلعب في تايم معين في تايمينج معين في توقيت معين بتلعب في الساعه 7 والجو بيبقى فيه بنشتغل في جو معروف بالنسبه لنا تغيير الجو مع تغيير درجه الحراره في اليوم دوت ده بيعمل انبالانس شويه عند بعض الناس اوكي ده بيبقى موجود مش موجود ده موجود فده برضو من ضمن الاسباب اللي مش كبيره انما من ضمن الاسباب اللي خلت ان بعض اللعيبه او مش عدد مش قليل انه مش في يوم حتى انا في بعض اللعيبه انا كنت شايفها نسبه الجري بتاعته اقل بكتير من النسبه العاديه بتاعته احنا لسه في اول السنه عشان اقول لك اجهاد وفي 3 ايام اتاخدوا 4 ايام اجازه برضو راحه كانوا التمرين نسبه التمرين او وحدات التمرين اللي اتاخدت بعديها ممكن ما تكونش كانت كافيه بشكل كامل بس اللي بيلعب ده بيلعب في المنتخب فدول ما خدوش الراحه الثلاث اربع ايام لان هم كلهم كانوا في المنتخب تقريبا في بعض اللعيبه اللي كانت موجوده صح لكن انا بتكلم عليك المعظم اللي موجودين يعني موجودين بيلعبوا مع المنتخب وما خدوش الثلاث اربع ايام راحه لكن قد كل اللي حضرتك بتقوله ده لكن النقطه الاهم بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هي عدم استغلال الفرص اللي بتجيلك بمعنى ان انت بيجيلك امبارح كان احمد ثابت معايا قال لي 20 فرصه تقريبا مش كلهم محققين يعني أيوة. ولكن 20 فرصه رايح لا 20 محاوله 20 محاوله بس منهم او حوالي 3 او 4 فرص ما المحاوله غير فرصه بالظبط رحت امبارح ب 20 محاوله منهم 11 تقريبا او 9 محققين جبت منهم واحده ما هي دي المشكله اللي عندنا بقى لها فتره الحاجات دي يا كابتن معلش تتحل يعني انا دلوقتي كمدير فني كيف انظر للحل بمعنى ان انا اقول لك يعني انا عايز احل
ما هو انا مليون في المية ده دور. الحل انا كراجل كوتش بجيب اللعيب بتاعي اللي انا عندي فيه ثقه او ان انا بلعبه في في الوقت دوت في البوزيشن، وبجيبه بفرجه على المواقف اللي بتحصل اللي هو بيعملها نفسه. اوكي. وبجد الحلول او العلاجات اللي المفروض تتعمل له علشان اطوره فيها واشغله فيها لوحده. حتى ممكن استعوض بانه ممكن ما يتمرنش مع الفرقه لمده يومين ثلاثه ويعمل الحاجات دي بس، ويعمل يشتغل الشغل ده بس، لان دي في الاخر بيتوقف على نتائج مباريات ونتائج بطولات. يعني انا زي هنا بقى هنا هنخش في موضوع الوقت والتوقيت. ما يعني عنديش وقت الثلاث ماتش الاربع راح عندي الصفر. ممكن ان انا لو هنا لو عندنا ثلاث ايام مع تمرين مع الفرقه، ممكن هو يومين يتمرن مع الفرقه ويتمرن يوم لوحده يشتغل فيه، لانه مهم. اصل هو مش واحد ده، مثلا لو ثلاثه اربعه يبقى الثلاثه الاربعه والله ما فيش مشكله خالص. اوكي، لانه ده حل من الحلول. هم مش هيأثروا في التدريب اللي انا هعمله، يعني الشكل التدريبي الخططي هيبقوا موجودين فيه كله. انما في بعض الوحدات او بعض الايام اللي هي بتبقى متجزئه للمهاجمين او الديفنس، اوكي، هو هياخد الجرعه المناسبه بتاعته في اصلاح الاخطاء اللي موجوده. في كلمه دايما تتقال يقول لك ايه، ان المدرب دوره يوصل اللعيبه مش هو اللي هيحط الجول. ما هو ده اكيد، بس في نفس الوقت انا من كراجل كوتش من الخبرات اللي عندي ومن طريقه شرحي للعيب بتاعي، لان وارد جدا ان اللعيب بتاعي التكنيك بتاعه مش مظبوط او ذهنيا عنده مشكله في القصه، يعني عنده يعني مثلا الجول بتاع، او ممكن انا اكون بوصل كلام للعيب بتاعي بقول له ان عايزك جوه 18 تلعب دايركت من وان تاتش، فنش على طول من غير ما تقعد تفكر في قرارات. فلما يقعد يقول لي كده كتير ويجي لي فرصه زي اللي جت لكهربا بالعرض، بدل ما اوقفها وانا واحد الجول اقوم عاملها مره واحده. الماتش الاولاني الماتش الثاني، الماتش الاولاني سيبك، الماتش الثاني هنا في القاهره، هنا في القاهره اتحطت عملها مره واحده، لو وقفها عادي جدا لوحده خالص ويقدر يعملها. فاذا بعض القرارات او بعض النصايح اللي بيوجهها المدرب برضو احيانا من كتر ما اللعيب عايز ينفذها بحذافيرها بيغلط، او بيبقى في مثل هذه الحاله المدرب بالزبط. بقى بيرمي كلام ويصبو يبعد شويه، ولازم هو بقى كراجل كوتش كبير لازم بيجيب اللعيب، لانه الكلام اللي انا اقوله للعيب دايما، انا دايما دي نصيحتي للعيبه، الكلام اللي انا اقوله لك دايما حط نسبه كبيره منه ان انت تنفذه، انما نسبه ليس لا باس بها انت كمان من دماغك، لازم تبتكر ولازم انت اللي موجود في الملعب في الموقف اللي هتشتغل فيه. انا هقول لك التعليمات في فريم، انت اتحرك جوه الفريم ده زي ما انت عاوز. الفريم ده ما تخرجش منه، انما اتحرك فيه زي ما انت عاوز، ما تبقاش يعني ما تجيش في الفريم اللي انا عامله لك دوت 20 في 30 وتقوم حابس نفسك في كورنر وسايب بقيه المساحه دي كلها، لا اتحرك فيها كلها براحتك بناء على التعليمات والشغل اللي انت بتبقى واخده. طيب لعب في جنوب افريقيا يا كابتن تحديدا، حضرتك لعبت اكيد كده هناك كتير، اللعب في جنوب افريقيا او في بريتوريا احيانا كتير بيبقى هو نقص الاكسجين له دور في هذا الامر، او ان انت تبقى لياقتك البدنيه في ظل بقى اللي احنا شايفينه في المباراه السابقه في القاهره، فده معناه ان احنا في بريتوريا الامور هتبقى اصعب. لا هي طول المسافه، اوكي، هي دي اكتر حاجه هتبقى من هنا لهناك هي حوالي 8 ساعات او 9 ساعات 9 ساعات فدي هي دي اكتر حاجه هتبقى متعبه جدا مرهقه جدا، لان انت 8 ساعات دايركت او 9 ساعات دايركت في الطيران مش حاجه مش سهله ابدا طبعا. والايام الراحه بتاعتها للاسف ما هياش كفايه لغايه الماتش، يعني احنا كنا المفروض نسافر قبل الماتش ده تحديدا لا ده باسبوع، ده على ده بالمينيموم طبعا، لان انا في ساعات السفر ساعات الطيران دي كلها انا محتاج اني اعمل للعيبه يومين ريكفري. اوف طبعا 8 9 ساعات طيران انا لازم اعمل، مش ريكفري يعني بيناموا لا يعني طبعا ليها طرق يعني. ايوه، انما الحموله بتاعت التدريب لازم تبقى
ليها تحت خالص داون يعني. وبعد التدريبات اللي هي تخليه يستعيد حالته الطبيعيه تاني، لانه اكتر حاجه هتتعبه انه العضلات نفسها. ما هيقعد اليومين دول يعني مثلا ان شاء الله الخميس 3:30 قول نوصل بالليل، فما فيش تمرين، هتتمرن الخميس الصبح وتمشي. الجمعه جمعه وسبت تعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده، ولحد تلعب الماتش. صعبه جدا. صعبة هي صعبه جدا هي. بس هو في ميزه عندنا احنا، عندنا راجل عندنا راجل بتاع اعداد احمال، مدرب احمال بتاعنا هايل جدا، وده باين بوضوح من اول شهر موجود فيه مع اللعيبه. ايوه حالات الاصابات، اصابات العضليه قليله جدا، قلت بنسبه مش اقل من 90% ما كان موجود قبل ما يبقى موجود، وده شيء يحسب له. الناحيه الذهنيه عند اللعيبه عندنا في تطور كبير جدا فيها. بنشوف دلوقتي التفاهمات اللي بتبقى موجوده ودرجات التركيز اللي موجوده. الاخطاء مش عايز ارجع الاخطاء بتاعه قله التهديف او قله ضياع الفرص للناحيه الذهنيه قد ما هي نواحي فنيه اكتر منها ذهنيه جوه الملعب. أوكي. لان بس لو في الفرص اللي ضيعها قبل كده جاب زيها جوال، يعني في جوال جابها بيرستاو زي تقريبا الفرص اللي ضاعت منه دي في الماتش ده. صحيح. وده يرجعنا لانه زي ما انا قلت لك كده، الفتره اللي يمكن بتاعه لان بيرسي ما اعرفش هو لعب مع المنتخب ولا ما لعبش. لا ما لعبش مع منتخب جنوب افريقيا. فالفتره اللي بتاعه الراحه دي اثرت فيه شويه. طيب كولر كيف يتعامل في المباراتين القادمتين؟ مباراتين في يوم حد واربع، يعني ما بينهم سفر 16 17 ساعه تقريبا، يعني ما بين رايح وجاي. هو انا اعتقد ان هو 180 دقيقه لعب. هو او اكتر. هو هنا هيبقى ما بين يعني اعتقد هو حاطط الاستراتيجي بتاعته، ان انا في الحاله البدنيه بتاعتي ديت النادي الاهلي دايما بيعمل الفور شيكينج، بيعمل الضغط من فوق، من الضغط العالي. الضغط العالي ده هيبقى محتاج مننا جري كتير جدا وتغطيات. صحيح. كتير جدا وتحولات من ورا لقدام ومن قدام لورا كتير جدا. فده في ظل الفتره الضيقه ديت وتوالي الماتشات في فترات قصيره صعب انه يقدر يعمله بشكل كبير. فمن الوارد ان هو يبدا يغير التكتيك بتاعه في الماتش اللي هناك. ده وارد جدا، انها بدل ما عامل ده عامل زون في وسط الملعب وبقى ده المساحات بتاعتها، خاصه ان التيم بتاع سان داونز تيم قوي جدا في الاستحواذ وتيم قوي جدا في الخروج بكوره من فوق من تحت من عنده، بيبدا ما عندوش مشكله في انه يخرج بيها. فلو انا عملت كده وانا حالتي مش واقف على رجلي 10% مش واقف على رجلي 100% ممكن تتعمل تبقى في اخطاء كتير وندفع ثمنها مع فرقه كبيره زي دي. طب كيف يمكن اعتقد انه يعمل زون في وسط الملعب يعني هيعمل زون في وسط الملعب ويوقف التيم بتاعه. ما شفناهوش بيعمل كده خالص. ما يعني. هو اول ما جه بس عمل كده، اول ما جه خالص. اوكي. عمل كده في ماتش لانه كان بيشوف مش فاكر الماتشات انما عمل كده يعني؟ اول ما جه. اوكي. بيشوف لعيبته، بيشوف الفرق اللي قدامه، ما عادش كتير، هم كانوا حوالي 3 ماتشات تقريبا او حاجه زي كده. كان بيتفرج لسه على اللعيبه في الاول خالص. فاعتقد انه ان انا اعمل زون في الناحيه الدفاعيه ما هياش عيب خالص ولا مش مشكله خالص، مع الوضع في الاعتبار ان انا وانا معايا الكوره هشتغل الشغل بتاعي العادي جدا. يعني ما هوش بيعمل زون وبعدين اقوم مديها شالوت زي الفرق لا طبعا، هو بيعمل زون ساعه ما عشان اخد الكوره، ساعه ما افقد الكوره سريع. وبعد ما اخد الكوره خلاص هبدا الشغل بتاعي اللي انا بعمله خالص جدا. الاستحواذ لاستنفاذ طاقه لانفاذ طاقه الخصم. الاستحواذ الكبير والكتير وتغيير اتجاه اللعب وتبادل المراكز. هل كابتن مجدي يحسم الماتش اللقاء ده هناك؟ صعب. انا عارف هو فرقه سان داونز يا اسلام اتغيرت جذريه. اتفرجت على الماتشات بتاعتهم. فرقه قويه جدا، وبعدين عندهم ميزه
عندهم كوتش بقاله فتره معاهم 3 سنين. ما 3 سنين مش قليله يعني، 3 سنين و3 سنين تقريبا نفس التيم. يعني دخل عليهم 2 3 نفس التيم، يعني اللي بيخرج واحد واللي بيخش واحد. فعندهم توارد خواطر كبير جدا، تفاهم كبير جدا جوه الملعب، وحافظين بعض كويس جدا. فالتيم اللي زي دوت لازم هتقابله بنفس العقليه. عقليه الانضباطيه، عقليه الاصرار بتاعنا، اللي احنا اللي بيتميز بها النادي الاهلي. بالظبط. دي حاجات اللي بيتميز بها النادي الاهلي. مش ما بنقولش حاجه هنجيبها من او هنخترعها. بس انا مما حدث السنه اللي فاتت. طبيعي. امر طبيعي جدا ان هو يبقى قلقان لانه خسر اخر مقابله بينه وبين التيم دوت، احنا خسرناها 5-2 وخسرناها بشكل كبير. فاذا من حق ان انا اقلق، بس القلق ده كويس جدا. اوكي. والقلق ده لو موجود عند اللعيبه يبقى كويس يعني جدا. يعني هي القلق من ناحيتين، من ناحيه الاداء اللي ظهر في مباراه سيمبا واضاعه الفرص والكلام ده كله، ثم القلق الاخر من فريق سان داونز نفسه. هو القلق اللي من اداء سيمبا علاجه موجود. تركيز فقط، وجهه نظري. لا، وتغيير بعض الوحدات. ما هو مش طبعا ما هو ده هيحصل في الروتيشن اللي هو بيعمله. صح. فاكيد ده هيبقى مختلف تماما. ده هيحصل. فاذا الموضوع ده مش هقف عنده كتير، انما اللي هقف عنده ان التيم اللي قدامي تيم قوي ومحتاج تركيز قوي جدا، ومحتاج درجات انضباط عاليه جدا، ومحتاج ان انا احفز نفسي، محتاج دوافع مني انا كلاعب كوره الاول. الكوتش خلاص والدنيا خلاص. لازم يبقى الماتش بتاع السنه اللي فاتت اكبر دافع ليا في الماتش ده اللي جاي. طيب كابتن مجدي، الناحيه الهجوميه بقى، يعني احنا كده اتكلمنا عن الناحيه الدفاعيه ان انت لازم تقف في نص ملعبك من وجهه نظرك زون. يعني زون ديفنس وتعتمد. طيب الناحيه الهجوميه، هل يلعب بثلاثه يعني العادي؟ لا، زي ما هو بيلعب عادي جدا الثلاثه بتوعنا اللي بنلعب بيهم. امال ايه الاختلاف؟ لا، ما هو الاختلاف ان انا اختلاف في طريقه الدفاع. ما مش هر مش هر مش هد مش 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 هبدا بالدفاع المتقدم اللي هو الضغط من فوق من الثلث الاولاني بتاع الملعب. لا، هستنى انا في نص ملعبي بنفس عشان يعني ما اديلوش مساحات، لان انا وانس ان انا بروح اهاجمه من قدام او دافع من قدام عندي مساحات كتير وقت. فهتبقى في مساحات. لانه في وسط الدفاع المتقدم بيبقى في بعض الفوضى في مساحات اللعب. يعني ايه فوضى؟ يعني مساحات فاضيه هتبقى موجوده بشكل كبير. ممكن جدا هم مهاريا وتكتيكيا وحافظين بعض كويس جدا، جمله اتنين ممكن يعملوها تضرب بيها التيم وتوصل بيها للغايه الشناوي. ممكن جدا سهل طبعا. انما لو انت عملت الزون سبته هناك يبدا يستلم الكره بتاعته، وانت في زون عملت له الزون بتاعك في نص الملعب وضيقت المساحات، هنا المساحات نفسها المساحه اللي هو عاوز واخد على انه ياخدها ويشتغل بيها بتقل. نفتكر الماتش بتاع الوداد معاه هناك في جنوب افريقيا. اللي كان بيلعبه في يعني في ثلث ملعب، في كان بعامل زون بقى مش في نص الملعب، كان عامل زون تحت ال 18 قدام ال 18 في ثلث ملعب الاخراني. فكان عنده مشكلة كبيرة جدا، وكان عنده مشكلة كبيرة جدا في الاختراقات بتاعة المساحات الضيقة دي، انه يخلق مساحة كان عنده مشكلة كبيرة جدا. طريقة لعب سان داونز حضرتك شايفها، هم يعني طريقة اعتماد لمديرهم الفني على اللعب والاختراق دائما من العمق. دائما من العمق. نعم، هو ده الأساس بتاعه. بيعتمد على الهجوم المنظم، والهجوم المنظم دايما في خط مستقيم بيحاول ياخده، او الاساس بتاعه الخط المستقيم. لو خرج يمين او شمال ده بتبقى منوره عشان يرجع تاني للخط المستقيم اللي هو في القلب على طول، لانه اقصر الطرق للجول، اقصر الطرق اللي موجوده. بس زائد ما اصعبها لما يلاقي اللي انا بقول لك عليه اللي احنا متفقين عليه دلوقتي او اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لو لقى مجموعه الزون اللي مساحتها تبقى ضيقه، الخطين اللي هو خط الوسط وخط الدفاع هيبقوا ورا بعض قافلين المساحات، ساعتها مش هيقدر يعمل الاختراق بتاع العمق. يبقى انت ساعتها بقى تعتمد، انت كاهلي تعتمد على السرعات، بمعنى ان انت لازم هيكون عندك لازم يكون عندك سرعات. انت عندك سرعات، لازم يكون عندك سرعات في التحول، لان انت وانس ان انت بتاخد الكوره، طالما انت عملت له الزون في الحته دي، فاذا في عندك 30 متر 40 متر في ظهره فاضيين.
فال 30 متر ال 40 متر الفاضيين دول لازم عند الاستخلاص بتاع الكوره لازم يكون في تحرك سريع ونقل كره سريع لقدام وخطوات سريعه والتحول بتاعنا كله بسرعه. طيب في مثل هذه الحاله انا وجهه نظري انا بقى اسلام ان انا بشوف ان مثلا واحد زي مجدي قفشه لازم يبقى موجود في ماتش زي ده مثلا، على الرغم من ان انا بشوف ان هيبقى صعب لانه الناحيه الدفاعيه عنده مش زي مثلا كوكا، امام عاشور، ديانج. انت عندك ميزه دلوقتي مروان. انت عندك ميزه دلوقتي ان مجدي قفشه بيعرف يباص كويس دلوقتي، امام عاشور بيعرف يباص كويس، حسام سوري احمد حسن كوكا بيعرف، او احمد كوكا بي بي احمد بي نبيل احمد نبيل كوكا انا دايما اصل انا دايما بغلط احمد احمد نبيل كوكا بيباص كويس، مروان بيباص كويس صح. فانت عندك الثلاثه اي حد فيهم الثلاثه هيلعب الثلاثه بيباصوا كويس، عندهم الميزه بتاعت الباص. يبقى ساعتها طالما الثلاثه بيباصوا كويس يبقى اقلهم نسبه في اللعب يبقى قفشه مثلا عشان اقلهم دفاع. انا اعتقد ان هو اقل حظوظ في بدايه الماتش اللي جاي في وسط دول هيبقى قفشه. والدليل على انه لعب الماتش كله تقريبا يعني. هو لعب الماتش كله ولعب الماتش دي هناك كله. مروان ما لعبش هناك. ما بدأش هناك ولعب هنا، فهيلعب هنا ويلعب في جنوب افريقيا. اعتقد الروتيشن ماشي كده يعني. اللي انا شايفه يعني. طيب وهو محتاجه اكتر، مروان محتاجه اكتر هناك. بيرسي تاو وعدم تألقه في المباراتين السابقتين، لما نيجي نبص اللي هما سيمبا يعني، لما نيجي نبص بيرسي تاو جنوب افريقيا بيلعب ضد سان داونز بيؤدي يعني لو تفتكر السنه اللي فاتت 5-2 وهو عمل مباراه يعني كان احسن واحد في الفرقتين. ما هي هو بيرستاو عدم التوفيق في الماتشين دول بيرجع لانه فتره التوقف اللي احنا وقفناها هو اكتر حد هو اكتر واحد اتاثر بيها شويه. خلي بالك ان فترات الواحد لما بيبقى في فورمه ما بيحبش انها تقف صح. ما بيبقاش عايز انها تقف خالص، ولما بتقف في لعيبه بتتاثر يعني نسبه التاثر بتاعه التوقف السلبي بتختلف من واحد للتاني. في واحد بتبقى عنده 20% وفي واحد عنده 30% في واحد عنده بتبقى 40%. فهو بيرسي من الناس اللي اتاثرت بالفتره بتاعه التوقف ديت. حسين الشحات برضو اتأثر شوية بفترة التوقف ديت، لأنه الفترة اللي قبل التوقف ما لعبش مع المنتخب صح. ما أنا بتكلم توقف مش عن التمرين، عن اشتراك في المباريات والاستمرارية بتاعت المباريات. لأن أنت طول ما أنت جوه الجيم الأفكار اللي موجودة عندك، تسلسل الأفكار اللي موجود يا إسلام من ماتش للتاني بيبقى فيه ربط، في حالة ربط موجود باستمرار، في حالة استمرارية. اول ما بيتقطع الخيط ده بياخد وقت شويه تاني عشان ارجع في بعض اللعيبه. المستوى التحكيم برضه يا كابتن انا عندي عليه علامه استفهام كبيره جدا. انا طول عمري بقى مستحيل التحكيم الافريقي يعني كل العالم شايف ومعاك فار. انا طول عمري بقى لم التحكيم الافريقي، طول عمري بقى لم التحكيم. ليفربول كان جول و100 100 وصح وفار وكل حاجه وما اتحسبش. وارد الخطا وارد جدا، بس لما تكون النوايا كويسه الدنيا ما بتبقى سهله، ما فيش وفي تقابل. لما الواحد لما بيبقى قلقان من حاجه يعني صعبه شويه يعني. انا عموما هو التحكيم اتطور شويه، انما مش بالصوره اللي تخليك تبقى انت قاعد ومطمن يعني. طيب كابتن مجدي يعني طبعا خلصنا ماتش الاهلي وسان داونز والاهلي وسيمبا، عايز اخد حضرتك للدوري الممتاز عشان احنا بعيد عن الدوري الممتاز، لكن ناخد حضرتك الدوري الممتاز واقالات سريعه واستقالات سريعه جدا جدا كالعاده في الدوري. حاجه انا برضو كل مره والسؤال ده دايما لازم اساله لحضرتك ولاي حد او اي ضيف بيبقى موجود، لانه انا بستغرب جدا ان ممكن بعد الاسبوع الرابع ولاقي اقاله للدوري. انا فاكر اخر مره كنت معاك قلت لي طب اخبار الاستقالات والاقالات وبتاع، قلت لك تقريبا 6 اسابيع. بتهيألي اربعه هو بقى اربعه. قلت لك بقى اربعه. لا هو بقى اربعه. قلت لي 6 هو بقى اربعه. غريبه جدا يا كابتن، غريبه. هو في حد يقدر في 4 اسابيع يعمل اي حاجه يقيم مستوى مدير فني؟ ده دليل على ايه؟ على ايه؟ ده دليل على العشوائيه في الاختيارات. في الاختيارات اساسا من البدايه. ليه؟ لان انا المفروض اصلي في عندنا في يعني نصيحه بقولها للمسؤولين عن الانديه في الكوره والمسؤولين عموما في الادارات، المدرب ده فكره، المدرب الكوتش ده فكره، مش
مش واحد يلا تعالى شوفوا كسب الماتشين دول ولا كسب السنه دي ولا لا، ده المدرب ده فكره، زي الراجل بتاع جنوب افريقيا ده، مدرب فكره ده. لازم تجيبه وتقعد معاه وتشوف افكاره ايه، وقبل انت ما بتجيبه انت بتكون شايف ال عمل ايه، الدلالات بتاعته اللي موجوده في الفرق اللي قبل كده. صحيح. طريقه تفكيره ايه؟ يعني ممكن يكون جدا اشتغل مع تيم، هنقول مثل بس مجرد عشان الناس تبقى معانا، انا مثلا همرن نادي اسوان وعملت معانا نتائج كويسه جدا بشكل طريقه معينه، وارد جدا ان انا الطريقه اللي انا اشتغلت بيها في 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 أسوان. في اسوان مش هو ده اسلوب لعبي، ده انا اخترته بس علشان اللي موجود معايا في الوقت ده، انما طريقه الافكار بتاعتي مختلفه تماما. فانت لو جبت الراجل لازم تجيبه تعرف افكاره ايه في الكوره، افكاره هتناسبك ولا. يعني انا بحيي جدا ان اداره النادي الاهلي انها جابت كولر اخيرا، لانه كولر اكتر واحد على افكاره في مناسبه في السبع ثمان سنين اللي فاتوا، اكتر واحد افكاره متماشيه مع تيم النادي الاهلي وكره النادي الاهلي واللي بيحبوا جمهور النادي الاهلي. اوكي. فاذا لازم تبقى دي الافكار اللي تبقى موجوده، تعالى انت عندك عايزين الافكار بتاعتك دي بتقول ايه، بتقول واحد اتنين تلاته اربعه، اقتنعنا خلاص بقول له جو اهيد، وبنتفق على ان في خطوط عريضه انت هتبدا الافكار بتاعتك دي تتنفذ امتى. ما هو انت مش هتحط الافكار في الخلاط وبعدين تحطها في كوبايه وتدي كل واحد كوبايه شربها بقى خلاص، ده لا، ده موضوع محتاج. فانت بتعمل حاله اتفاق في البدايه خالص، انت قدامك فرصه قد ايه عشان تبدا تشتغل مع التيم بتاعك او يظهر النتيجه بتاعتنا مع التيم بتاعك، وانا كراجل عايز اعمل تيم وعايز اعمل نتائج وعايز اعمل كوره وعايز اعمل سبونسرز يجولي بناء على الاداء والنتائج، بصبر عليه او بديله الفرصه بتاعته كامله عشان يقدر يشتغل. انما مع اول اربع ماتشات، طب وبعدين اسوان السنه اللي فاتت ربع مشي بعد ثلاث ماتشات والفرقه نزلت برضه. صحيح. طب يعني ايه اللي عملناه يعني؟ ايه اللي عملناه؟ فهو لازم مع الوضع في اعتبار انه كان ماشي كويس جدا في بدايه الماتشات الاداء. لا لكن الاداء ما هو النتائج مقارنه بقوه الماتشات اللي كانت معموله والنتائج اللي اتعملت بعد كده في الاول وبعد كده ما مشيتش. في كوتش هو اللي بني الفرقه، يبقى خليه يكمل بناء على القناعات اللي هو شغال بيها، وانت بقى خليه سبورت ليك. لان احيانا اسلام في نقطه مهمه جدا، معلش، احيانا لعيبه الكوره لما بيشوفوا انه في بعض الاختلافات ما بين الاداره وما بين الكوتش وما هماش سبورت معاه، بتبص بتلاقي ان اوضه اللبس ثابت خالص وثابت شويه، وده بيأثر بالسلب اكتر على التيم. في حين انه وده موجود في النادي الاهلي على طول، انه الاداره لما تبقى سبورتد لل حدش بيقدر يفتح بقه، ما فيش ولا واحد بيقدر يتكلم حتى في اصعب الظروف واحرك الظروف. انا فاكر كويس جدا ايام احنا ما كنا بنلعب، كان في وقت من الاوقات كان عندنا دروب. انا اول ما جيت النادي الاهلي كان في دروب كبير في البوينتس بيننا وبين النادي الزمالك، فحصل ان حد من اللعيبه قال اتضايق وعمل كده، كابتن صالح حسين جه الاوضه وجدد للراجل ومدرب واللي مش عاجبه يطلع يروح. شكرا خلاص جدد خلاص، ما حدش بقى يقول المدرب خلاص خلصت. فاذا الاداره عليها عامل كبير جدا في نجاح الفريق. طيب بما ان حضرتك بتقول لي على الافكار يعني انا في ماتشات كتيره بتفرج عليها 3 3 و4 4 و2 اليومين دول في الاربع اسابيع. ايوه. وفرق الاتحاد والبلديه والمقاولين وزد مش عارف والبلديه صح. يعني لا اقصد اقول لحضرتك وجهه نظري ان هناك اخطاء دفاعيه واضحه جدا. طبعا في الفكره طبعا. هل ده في الاخر هيؤثر بشكل سلبي على المنتخب؟ بمعنى انه انا بشوف طبعا الماتش بالنسبه لنا احنا بالنسبه للجمهور حلو 3 3 وغير الاربع خمس تجوان اللي ضايعين وبتاع، ولكن انا لما تيجي تنظر للامر من ناحيه محلل او
تفصيليا شويه تجد ان هناك اخطاء دفاعيه كبيره جدا وواضحه جدا في مثل هذه المباريات. طبعا ده من ضمن الافكار يعني. اولا معظم الفرق اللي انت اتكلمت فيها دي نسبه مشاركه لاعبتها في المنتخبات او تواجد لاعبتها في المنتخبات قليله جدا. صحيح. النسبه معدومه صحيح. النسب الاكبر نسبه التواجد اللعيبه في المنتخب اهلي زمالك بيراميدز. لا للزمالك بيراميدز حتى اسماعيلي دلوقتي نسبته خلاص. فاذا الفرق دي هي ما عندهاش المشاكل دي. اوكي. الفرق الثانيه بتشتغل ب اولا في كره هجوميه جميله جدا ومفتوحه بين الاثنين وفي تاثر شديد جدا بالكره الاوروبيه اللي احنا بنشوفها جميل جدا. انما بتحس ان في وقت من الاوقات ان مفيش كنترول. خمسة هنا وخمسة هنا. مفيش كنترول. انا بشوف. بيحصل مفيش كنترول يعني ايه؟ يعني هجوم 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 كسبت اتنين وجي فيا جول. ف اكمل الهجوم. اتني طب اهدى شوية طب اعمل ولو وقفت ونفس طريقة اللعب ولو جبت جولين وجي فيا جول احيانا او معامل بقى في مبالغة في الهجوم او مبالغة في الدفاع. يعني ممكن جه فيا جول فبقيت 2-1 طب خلاص من الدقيقة 46 انا هعمل الزون بتاعي وهقفل الدنيا وههاجم بثلاثة بس وهوقف سبعة لعيبة وخلاص وخلي هو ياخد الكرة كده بيخش الكرة. فيك لما بتخطر كده بتغلط وكده هتغلط. التوازن هو الانسب طبعا. أوكي. التوازن هو اللي لازم يبقى. اخيرا يا كابتن مجدي مين المدرب او المدير الفني اللي حضرتك شايفه ان هو مفاجأة بالنسبة لك في الدوري المصري؟ مفاجأة؟ لا يعني لا شايف ان هو مدرب كويس يعني هو في احمد سامي هايل سموحة. احمد رغم ان هزمته من الاخيره بغض النظر احمد سامي عنده افكار كويسه جدا وبيقرا التيم اللي قدامه بناء عليه بيعمل الشغل هو شغله ثابت بس بافكاره بيزوده بيطوره افكاره بيطورها بناء على المنافس وده ظاهر جدا. احمد كان لعيب معايا اللي فينا مدرب بلديه احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف برضو باين جدا في الماتشات اللي اشتغلها طريقه اداؤه كويسه جدا. عنده المشكله اللي احنا بنكون لسه بنتكلم فيها دي هجوم قوي يدفع بس ده ممكن يكون خبراته عشان ما هياش بالدرجه الكفايه انما على المدار الماتشات اللي جايه اعتقد انه هيقرا يشوف الدنيا فيها ايه اكتر وهيبدا انما عنده افكار كويسه جدا باينه مع اللعيبه مع الوضع في الاعتبار ان القماشه اللي معاها كلها من لعيبه من الدرجه الثانيه طيب يعني نتمنى ان احنا نشوف طبعا كل المدربين خلال الفتره الجايه ونتمنى ان شاء الله ان تكون مواجهه النادي الاهلي يوم الاحد امام نادي سان داونز مواجهه جيده ويستطيع النادي الاهلي يعني نتمنى ان هو يحسم الموضوع من هناك ولكن حتى لو لم يحسم مش بعيد ابدا مش بعيد خالص ان احنا نكسب الماتش كمان هناك انا مش ما استبعدش ده خالص. الماتشات الكبيره اسلام الماتشات الكبيره لازم تكون وضع في الاعتبار ان النسب الفرق الفريق الالف يكسب قد النسب الفريق قد نسب الفريق ب انه يكسب لان الماتشات التيمين تقال فما في الفروق ما هياش رايحه في ناحيه واحد اكتر بكتير من الاتجاه الثاني. لا ولكن حضرتك مقتنع ان التركيز مع هيكون اكتر بكتير من سن التركيز اللاعبين اقل يعني طبعا قولا واحدا لظروف كتيره او اعتبارات كتيره جدا اهمها ان هم اللعيبه دلوقتي شعارين بان الجمهور زعلان منهم شويه بالرغم من ان احنا صعدنا انما بس احنا مش احنا احنا وهم نفسهم خلي بالك وانت لا ولاعيبه كلها جربت ده اما تبقى خارج طبعا. من الملعب حتى وانت كسبان وانت بس انت حاسس انت كاسلام او كمجدي مش ما كنتش مش ما كنتش كويس. بشكل المطلوب بتبقى عايز الماتش الجاي يجي بسرعه عايز حتى في ده بالعكس ده ممكن يديك باور زياده في ظل الارهاق والثمان تسع ساعات المروح والمجي والبتاع ده كله انا اعتقد ان شاء الله بامر الله ان احنا هنقدم ماتش كويس جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراه القادمه يستطيع النادي الاهلي ان يفوز ونكمل بقيه هذا الدوري الافريقي الممتاز
انا بشكرك كالعاده يا كابتن مجدي على وجودك معانا، دايما بتمتعنا الحقيقه يعني. شكرا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلبة. هنطلع فاصل، بعد الفاصل عبد الحكيم ابو علم ومحمد ابو علي في ضيافه البيت الكبير.